important topic. It's very common, especially in women, خلينا نقول في اللي هو child bearing age. و as a pharmacist كلياتنا معرضين ليجينا على الصيدلية وصفة أو مريضة بتشكي من التهابات مسالك بولية، فهذا الموضوع كتير مهم جدا جدا. هلأ urinary tract infections in general are the leading cause of morbidity and healthcare expenditure in all persons of all age. رح نشوف كيف إنه مش بس بالسيدات، حتى في مرحلة الطفولة بالصغار يعني ممكن يكون ريسك للفيميلز والميلز كمان. بحكي لي at least 50% of women reporting having had a UTI at some point in their life. Okay. طبعا هذا كله مسؤول عن تقريبا كمان UTI، احنا بنظرنا انها التهاب مسالك بسيط، بس رح نشوف لقدام انه الكمبليكيشن انفكشنز الكمبليكيشن فورم اوف UTI هدول بيستدعوا هوسبيتال ادمشن اند هوسبيتاليزيشن. هلا كيف بيصير في عنا اليورينري تراكت انفكشنز؟ وات از ذا باثوجينيسيس بيهايند ذس انفكشن؟ هلا السمبلي رح يصير في انتدكشن لليورينري باثوجينز لليورو باثوجينز لليورينري تراكت. اوكي طبعا في عنا يعني على يعني مر الزمن two major risk factors اللي هم السكشوال انتركورس recent سكشوال انتركورس، وفي عنا اللي هو spermicide containing contraceptive device إنه سواء كان كوندوم للميل أو ديافرام للفيميلز، هدول الديفايس يكون محطوط فيهم مادة السبرميسايد. هدول شغلتين من أهم الفاكتورز اللي رح تسبب اللي هو عندي urinary tract infections. طبعا هذا بترافق مع وجود bacterial virulence factors. اوكي يعني هلا اوكي طيب صار هلا كل كابل بيصير في بينهم sexual intercourse بده يصير في UTI، ممكن يصير في introduction للpathogens، بس كمان في عنا عوامل خاصة في البكتيريا نفسها من ضمنها الـ enhanced adherence to receptors on neuroepithelial cells اللي حكيت عنها أنا مرة زمان، قلنا لكم إنه مثلاً الـ E. coli ليش هي أكثر إشي common، لأنه هلا مثلاً في عندي سلايد لحظة طلعوا كيف هاي الـ E. coli جرام نيجاتيف رود، هلا لاحظوا إنه في إلها اللي هم فيمبريان نسميهم شعيرات خفيفة كتير عندها القدرة إنها to adhere tightly لل inner bladder wall. اوكي مشان هيك مثلا احنا بنقول انه من ضمن العلاج لقدام يعني نحكي نشرب سوائل كتير. شو السبب؟ السبب اللي هو wash out لهاي البكتيريا. اوكي فاذا virulence factors اللي هم شو كمان في أشياء ممكن تعملها البكتيريا to enhance the infection production of hemolysin bacteria that induce lysis of many cell types. هلا إحنا في عنا protective cells. أوكي خلينا نقول اللي هي زي مثلاً macrophages أو شغلات زي هيك protection فيها بتعملها lysis، بالإضافة لأنه إشي اسمه كمان production of aerobactin that facilitate iron uptake by E. coli وبالتالي بيخلي E. coli to survive in the bladder wall very efficiently. So at the end إنه بدي يصير في عندي أنا زي معادلة بين ال virulence factors اللي حكيناهم وبين اللي هو ال host defense mechanism، وهذا الإشي بينطبق على أي نوع infection يعني مش بس على ال UTI، يعني simply هلا على COVID-19 كتير ناس بروح بفحص للصدفة وبطلع positive بس هو ما عنده أعراض نهائياً. اوكي ما مرض ما تعب، ليه؟ لانه في بالانس، او في ناس ممكن يتعرض للفيروس. يعني كثير بنسمع هلا انه شخص مخالط بصير يحكي انه مثلا انا كنت معاه امبارح وفحص وطلع نيجاتيف. طيب كيف هو ممكن اجى عليه الفيروس؟ بس هو الهوست فاكتورز مع الفيرولنس فاكتورز المعادله عند هذا الشخص خلته تو سيرفايف وذاوت انفكشن. نفس الشيء اليو تي اي، هلا في عندنا ريسك فاكتورز وفي عندنا هوست فاكتورز، بالانس بتوين ذم هو اللي بيحدد اذا هذا الشخص راح يصير في عنده انفكشن او لا. اذا الفيرولنس فاكتورز كانوا اقوى معناته الشخص راح يصير عنده انفكشن، اذا الهوست فاكتورز كانوا اقوى الشخص ما راح يصير عنده انفكشن. طبعا شو هم الهوست فاكتورز؟ الانتي ادهيرنس ميكانيزمز ان ذا بلادر، ايش البلادر عندها ديفنس ميكانيزمز خاصه فيها، اي جي اي
جي اللي هم الاميونوغلوبولينز، الفاجوسايتوسيس، والبريزنس اوف لاكتوباسيلس ان ذا فاجينال فلورا اند سيركيليتنج استروجين ليفلز، دول بيعطونا بروتكشن لانه دي مينتين اللي هو اللي خلينا نقول يعني النورمال بي اتش اللي هي تعطينا بروتكشن كفايه. فإذا هاي مثال على الفامبريال. طيب هلا خلينا نعرف اللي هو البروسيس كيف بتصير. هلا ممكن يصير قلنا من الريسك فاكتورز الأساسيات سكشوال انتركورس، هذا أول سورس للباثوجنز. السورس الثاني اللي هو الجت فلورا، يعني هلا انتوا اذا متذكرين بالاناتومي اليوريثرال اوبننج كتير قريبه من الانال اوبننج خاصه بالفيميلز، يعني احنا بنحكي عن فيميلز ان بارتيكولر اللي هو بتكون كتير قريبه، وبالتالي ممكن انه السورس اوف باثوجنز يكون من الجت نفسها، اوكي، من الانال اوبننج. بصير في اول شيء فاجينال اوبننج كولونايزيشن، بعدين بنتقل لليوريثرال كولونايزيشن، بعدين بفوت على البلادر وبصير في عندي انوكيوليشن، وممكن هذا الانوكيوليشن اوف بكتيريا يتطور لسيستايتس اللي هو التهاب في البلادر نفسها، يعني اللي هو لما نقول احنا سيستايتس قصدنا فيها سمبل يورينري تراكت انفكشن او انكومبليكيتد او لور يورينري تراكت انفكشن، كلهم هذول تنانا. هلا هذا الانفكشن ليش انه هو مهم؟ if it left untreated okay ممكن ينتقل البكتيريا للكيدني itself وتسبب عندي pyelonephritis او upper urinary tract infections او complicated infections. كويس. طيب هلا urinary tract infections في عندنا two major classifications: uncomplicated UTI اللي هي متعارف عليها اللي احنا بنشوفها في الصيدليات في خلينا نقول العيادات نوعا ما، اللي هو انها المريضه بيكون هي healthy وما عندها اي مشكله في urinary system، she doesn't have any problem بالanatomical structure او يعني اي نوع من manipulation في urinary tract system، وبالتالي بنسميهم uncomplicated UTI أو cystitis الاسم الثاني. وهون بيكون عندنا تقريبا 85% ل 90% E. coli. هلا complicated infections أو UTIs هدول بيكونوا infection in the presence of structurally or functionally abnormal urinary tract. اوكي، اذا الانفكشن مش موجود في شخص اليو تي اي عنده سليم او اليورينري تراكت عنده تمام، لا في بروبلمز زي مثلا بايلونفرايتس نعتبرها كومبليكيتد، يو تي اي ان من نعتبرها كومبليكيتد لانه عاده المن الاناتوميكال بروبرتيز اللي عندهم بريفنتهم من انه يصير في عندهم انفكشن، ف يو تي اي ان من بمعظم الحالات بيكون ناتج عن manipulation، يعني فرضا دخل هو يعمل cystoscopy تنظير للمثانة وصار عنده UTI. اوكي، فعشان هيك دكتورة راح الصوت. احنا complicated recurrent cystitis is a complicated. دكتورة صوتك راح. يلا يلا هلا رجع صوتي. دكتورة بس بطيء. خلني أرجع السلايدات. يلا لحظة، حتى أنا موجودة في مكان ممتاز. طيب أوكي، هلا كل شيء رجع منيح. اوكي إذن هلا ريكيرنت سيستايتس حكينا هون لما تصير تتكرر الالتهابات بصير هاي كومبليكيتد. هون بتختلف شوي الباثوجنز، الايكولاي بتصير فقط مسؤوله عن تقريبا يعني 50% اور ليس، بصير دكتورة صوتك رجع راح. في عنا
ممكن سودوموناس، ممكن انتيروكوكس. مرحبا يا جماعة، يعني رجعت. طيب إذا إحنا وصلنا عند الـ complicated UTI وحكينا إنه بيصير الباثوجنز تتغير، ممكن تكون سودوموناس، ممكن تكون عنا كانديدا، ممكن تكون انتيروكوكس، especially إنه حكينا إنه قبل السلايد اللي قبلها حكينا إنه في عندي pathogens بتصير تيجيني من الجت، فانتيروكوكس مثلاً معروفة إنها من الجت فلورا، فهدول بيصيروا أكتر common. هنحكي عن كل واحدة فيهم بالتفصيل. هلا في قدامنا كيس، شو رأيكم تقرأوها وتحكوا لي الجواب؟ إيش رأيكم الجواب A ولا B؟ OAS is a 31-year-old white female with a history of GERD who presents to the clinic complaining of dysuria. Current medications, ranitidine, 150 milligram twice, allergies, no non-drug allergies. Vitals so far, منح. Okay, last menstrual period كانت 2 weeks ago. She had unprotected sex recently. Urine analysis, the color yellow, pH 6, the protein, cation, ketones, glucose, كلهم negative. في عنا nitrite positive رح نحكي عنه هلا. Leukocyte esterase positive كمان رح نحكي عنه هلا. برأيكم هاي الكيس هي acute uncomplicated cystitis ولا complicated urinary tract infections؟ دكتورة acute. Acute uncomplicated cystitis, exactly. Then this is a case typical, يعني نفس اللي بنشوفه احنا خلينا نقول في الكوميونتي ليفل تبعنا اللي هي uncomplicated cystitis. طيب هلا هون بحكي لي عن البرزنتيشنز، عن الساين والسيمبتومز. انا شارحتهم بسلايدات فرح اروح على السلايدات احسن اوضح لانهم. اوكي هلا acute uncomplicated cystitis هي most common form of UTI, most commonly in sexually active otherwise healthy woman. يعني she's healthy, no problem. بس انه خلينا نقول يعني في شيء سكشوالي اكتيف. حكينا موست كومون اللي هي ايكولاي بالدرجه الاولى، بعدين بيجي عنا ستافيلوكوكس، بعدين بيجي عنا انتيروباكتيريس از اكليبسيلا. هلا الكلينيكال فيتشرز اذا متذكرين شو بيجي بشكو المرضى اغلبهم من حرقة في البول، صح؟ يعني هذا الكلاسيكال برزنتيشن، ديسيوريا، فريكوانسي بتصير تستخدم التويلت أكثر من مرة، ايرجنسي بصير في حاجة ملحة إنه تو يورينيت، ممكن تكون كمية قليلة بس في الايرجنسي هذا الشعور، سوبرابيوبيك بين، هيفنس في منطقة السوبرابيوبيك، جروس هيماتشوريا، هذا الجروس هيماتشوريا هاي ممكن تكون عبارة عن بس بينكش ديسكالوريشن أوف ذا يورين. اوكي تخيلوا لنوصل لمرحله انه نشوف اللي هو جروس هيماتشور، يعني نشوف كلوتس اوف بلاد ان ذا يورين. هذا بيختلف من مريضه للثانيه.
اوكي ممكن ما يصير عندهم هيماتوريا من مره، بس يعني مش ضروري نخاف كل ما شفنا دم في البولت وبانيك، لانه عادي اليو تي اي حتى السيستايتس العاديه ممكن يصير عند السيدات مع وقت اليورينيشن ينزل كلوتس اوف بلاد، تخيلوا مش بس حتى ينزل، ممكن يكون لون احمر وممكن يكون كمان بس هيك يعني بينكش سكالريشن يا دوب هيك سكانتي بينك، فهي بتختلف من مريضه للثانيه. اوكي هاي بالنسبه للسيمبتومز. هلا اليورين اناليسيس بنروح احنا طبعا اكيد زي ما تعلمنا هلا انه في عندنا لازم نعمل يورين اناليسيس نتاكد تو كونفيرم انه في انفكشن، يعني الساين والسيمبتومز سو فار اوكي، بس ممكن يكون إشي تاني بنلاقي فيه بايوريا، بس نحلل عينه اليورين بنلاقي فيها وايت بي سيز، بنلاقي فيه عندي فيزيبل بكتيريا وكاونت معين طبعا، وبنلاقي كمان وفي إشي اسمه في تو تيست اللي هم اللوكوسايت استريس بوزيتيف والنايترايت بوزيتيف نايترايت بوزيتيف، هدول التو تيست صاروا مهمين، صارت المختبرات كلها تعملهم تو كونفيرم انها هي يو تي اي. اوكي فكمان هدول بيكونوا بنتيجه التحليل. هلا اليورين كلتشر احنا عم نحكي، لاحظوا هلا احنا عم نشرح بالانكومبليكيتد سيستايتس، اليورين كلتشر ما نوت نيسيسري. حدا بيقول لي ليش نوت نيسيسري؟ دكتورة لأنه إحنا الباثوجين أصلاً بريدكتابل يعني مظبوط، يعني إحنا عم نحكي يعني نسبة عالية كتير كبيرة 85% 90 هي إيكولاي، فليش أنا بدي يعني بعتبروها هم من ناحية كوست ومن ناحية تأخير. أوكي فإحنا منعالج الأنكمبليكيتد ستاتس أول مرة منعالجها أز إمبريكال ثيرابي، خلص هذا هو العلاج تبعنا. أوكي هلا امتى ممكن احنا نرجع نضطر نعمل كلتشر؟ في حاله الكومبليكيتد انفكشنز، في حاله الريكيرنت انفكشنز، هون بصير لا لازم الثيرابي يكون اندر ان خلينا نقول يعني انفستيجيشن خاص بنعرف بالضبط شو هو الباثولوجي. فاذا بنكتفي في اليورين اناليسيس تو كونفيرم الانفكشن ومنعالج على هذا الاساس. هلا عشان تو كونفيرم انه انا عندي يو تي اي احكي انه فعلا قراءه البكتيريا هاي، ما هو كمان ممكن انه احنا نوصل لانكيليشن من البكتيريا، بس في انكيليشن معين بناء عليه بنقرر اذا احنا يعني هذا فعلا يو تي اي او لا. لازم يطلع عندي اكثر من 10 to the power 5 colony forming unit per ml in symptomatic female. اوكي لازم يكون هذا الرقم اللي احنا بنعتمد عليه لنحدد انه هاي المريضه عندها يو تي اي، يعني اذا اجت في عندها symptoms وكانت القراءه اقل من هيك ما بنعتبر انها يو تي اي، لازم يكون هاي القراءه. هدلاك الشغلات انا ما راح اطلبهم منكم بالكاف وبالهذا، بس يعني هذا التابل بيحكي لي كل قراءه قديش هي بالضبط لكل مجموعه من المرضى. هلا كيف بناخد عينه البول؟ وهذا سؤال مهم كتير. هلا في عندنا ثلاث طرق، في عندنا الميد ستريم كلين كاتش ميثود، في عندنا الكاثيترايزيشن، وفي عندنا سوبرا بيوبيك بلادر اسبيريشن. ويتش وان از ذا موست انفيسيف؟ كاثيترايزيشن. لا السوبرا بيوبيك بلادر اسبيريشن. هلا الكاف هي مزعجه، بس السوبرا بيوبيك بلادر اسبيريشن فيري بينفول، يعني نجيب نيدل ومن برا نخترق احنا بطريقه معينه نوصل للمثانه ونسحب تخيلوا ونطلع، فهاي كتير يعني مش كتير بيعملوها، صعب كتير. بيجي بالمرحلة الثانية اللي هي الكاث، طبعاً الميدستريم كلين كاتش is not invasive. طيب الميدستريم كلين كاتش ليش سموها ميدستريم؟ لأنه simply منقول للمريض مثلاً هاي البوكس اللي بده يعبي فيه العينة البول، لازم أول تلت يعمل له discard، يعني ما يحطه في العينة في الـ collecting box discard. طب ليش مستخدم التلت الثاني منحطه بالـ collecting box؟ ليش بنعمل هاي الشغلة؟ لأنه ليش بنقول له إنه يرمي الجزء الأول؟ لأنه كل شو اسمه كل البروتينز بتكون بالثلث الأول متجمعة مع تأثير الجاذبية الأرضية، فبتعطينا wrong result. هاي أول شغلة. وفي كمان شغلة تانية شو هي؟ لها علاقة بالcolonization. أوكي إذا هدول الشغلتين هدول هم، فأنا مشان أحصل على قراءة accurate باخد التلت الثاني. هاي أول شغلة. فإذا هاي بالنسبة للمدسترين كينكاتش. هلأ مين هم المرضى اللي أنا بعملهم باخد اليورين سامبل باي كاف، ما بزبط أخد منهم مدسترين كينكاتش؟
يعني افرض اجاني بيبي عنده 9 شهور وانا شاكه انه عنده يو تي اي، اذا في مرحله مثلا الاطفال شو بروح بيعملوا لهم؟ بجيبوا لهم زي هيك كيس عليه لزق وبركبوه على اليوريثرال اوبننج وبسكروا الدايبر لحتى الطفل انه يعمل يورينيشن وبالتالي يلم. بس this is very messy، مش دائما بزبط. فهون ممكن نضطر في الاطفال عشان نحصل على نتيجه مضبوطه وحقيقيه نعملهم يورين باي كاث، اوكي، او يورين ناخذ يورين سامبل باي كاث اللي هم الفولس كاثيتر. هلا نوع الكاث اللي عشان الفولس كاثيتر، مصطلح فولس كاثيتر ينطبق على الكاث اللي هو بينحط باليوريثرال اوبننج، هلا سواء عند الميلز او الفيميلز. هلا اذا الاشخاص اللي فعلا هو تعبان ما رح يقدر يوقف او يقعد ويعطيني هاي السامبل، سواء الاشخاص اللي هم في الامرجنسي، الاشخاص اللي لوس اوف كونشسنس، الاشخاص اللي عنده يعني مثلا سيتويشن زي نقول مثلا تعبان كتير المريض بقدرش يتحرك، هدول كل المرضى ناخذ لهم يورين باي كاث. طبعا يورين باي كاث هي مور اكوريت ذان الميد ستريم كلين كاتش، بس انه الميد ستريم كلين كاتش هي الموست كومن يوز للاشخاص الهيلثي اللي ما عندهم مشاكل. طيب هلا بالكتاب شارحين باسهاب اللي هم شو طبيعة الأنتيبيوتكس اللي بتنعطى بحالة اليو تي آي سواء كأورال ثيرابي أو كآي في ثيرابي، وبرضو هدول مهمين. برجع بحكي لكم اليو تي آي يعني انتو نيومونيا نادر ما احنا نعالج نيومونيا في الصيدلية، ما منعالج لأنه وانس انه عمل جست اكس راي رح يشوفه طبيب ويخلص. بس الأوبر ريسبيراتوري انفكشنز واليو تي آي هم مينلي كوميونيتي بيزد تريتمنت، فكل هذا لازم نكون فاهمينه. هلا عم بيحكي عن شو الخيارات اللي عندي تبعت الاورال، حكي لي عن اموكسيسيلين لحاله. هلا اموكسيسيلين از نوت ريكومندد فور امبيريكال ثيرابي لانه الايكولاي كثير ريزيستنت صارت له، لكن احنا ممكن ناخذ اللي هو الاموكسيكلاف ستيل من الاشياء اللي هي ممكن نستخدمها. في عندنا البيفيميسيلين اللي هو برو دراج فور مثل اللي نام، هذا نيو دراج نوعا ما، and is recommended treatment for acute cystitis. It should be avoided in patients with suspected pyelonephritis. Neither penicillin or مثل اللي نام is currently approved for use by the US FDA. اوكي، سيفالوسبورينز في بحكي لي سيفالكسين اللي هو فير جنريشن، سيفاكلور، سيفوروكسايم، بودوكسيم، كلهم هدول اورال. انتبهوا انه هدول كلياتهم اورال ايجنتس. اوكي، اورال سيفالوسبورينز كان بي يوزد از الترناتيف ثيرابي فور امبيريك تريتمنت اوف يو تي اي، بس ذي ار ليس افكتيف اند مور ادفيرس افكت كومبيرد تو نيتروفورنتوين اند تريمزبروم سلفامثكسازول. اوكي، اذا هاي اللي علق لي اياهم على هذا الموضوع، خاصه الفير جنريشن سيفالوسبورينز نوعا ما تعيسين في موضوع اليو تي اي. طيب هلأ don't worry، احنا بعدين رح نحكي اللي هو شو هم الخيارات اللي لازم نختارهم، بس هون لازم نعرف شو الأوبشنز اللي عندي. هلأ فلوروكوينيلونز طبعا احنا بالنسبة لنا كشعب أردني لما نسمع UTI شو الخيارات؟ سايبروفلوكسيسين بس، ما فيش غيره، خلص ما فيش حدا بتقبل أي شيء تاني، لا طبيب لا صيدلية لا صيدلاني لا مريض، سيبروفلوكسيسين. إذن سيبروفلوكسيسين أو ليفوفلوكسيسين فلوروكوينيلونز are highly effective in the treatment of acute cystitis and pyelonephritis. طبعاً البكتيريا resistance increasing هذا موضوع تاني. They should not be empirically used for acute cystitis due to the risk of collateral damage اللي حكينا عنه بشابتر 1، قلنا إنه إحنا أنا عم بستخدم قاعدة فلوروكوينيلونز بوم بوم بوم، هذا رح يسبب عندي resistance لأشياء تانية كتير، وبالتالي هم بيعتبروا يعني الجايد لاينز في اليو اس وحتى في يوروب بيخلوا الفلوروكوينيلونز سكند لاين، مش لانهم ليست افكتيف، بالعكس لانهم مور افكتيف، بس بيخلوهم تو بريزيرف الافكتيفنس، تو بريزيرف هاي الريزيستنس ايشوز، ما بدهم يصير في ريزيستنس. اوكي، وبالتالي احنا لازم ننتبه لهذا الموضوع، ويعني مش تكونسيدر ات. اوكي، هلا ما حدا بقتنع، كل حدا بيعطي سيبرو من اول مره، يعني تلاقيها مثلا اول مره صار عندها يو تي اي سيبرو، برا مش موجود هذا البراكتس، كثير بيحاولوا يحافظوا على الفلوروكوينيلونز. مرقت فتره كانوا اوفر بريسكرايبنج بس بعدين انتبهوا ان الفلوروكوينيلونز من الادويه الباورفول تعتبر. اوكي، ف ذي شود بي بريزيرف بحكي لي.
they are the first line agent for بالبايلونفرايتس اللي هي الكومبليكيتد انفكشن. هم الفيرست لاين ايجنتس رح نشوف كمان شوي. طبعا افويد ان بريجننسي اند تشيلدرن. في عندنا اللي هو الترايمثوبريم سلفامثوكسازول او الباكتريم الموست كومون تريد نيم له، هذا فيرست لاين اوبشن فور اكيوت سيستايتس. اوكي بحكي لي 3 داي كورس رح نحكي عنه، رح نشرح عنه بعدين. شو كمان في خيارات؟ نيتروفورنتوين كثير ناس اندر استيميتنج اتس يوز. اوكي رغم انه هو كمان لازم يكون من الشغلات اللي لازم نبلش فيها، برود سبيكترم ايجنت وذ ا لو ريسك اوف كولاترال دامج. يعني هذا انا ما بتغلب فيه اصلا، هو استخدامه أكتر إشي فقط في اليو تي آي لأنه أصلاً ما بيعطيني sufficient concentrations في البلد، وقوته إنه هو بيعطي sufficient concentrations في اليورين. فأنا يعني من الأجنس اللي ما بتغلب فيهم نهائي. أوكي لا بمشاكل resistance لا بمشاكل كذا، فإتس ا جود أوبشن تو ستارت with. أوكي طيب طبعا هون معلق عليها انه بيقول لي بناء على البيرز كرايتيريا الافويد يوز بالكرياتينين كليرنس اذا كان اقل من 60، لانه يعني بضل سهل مش سهل يصير له كليرنس. يعني هي سترينث بوينت بالنسبه انه تعالج اليو تي اي، بس بالاشخاص اللي عندهم كرياتينين كليرنس فيه مشاكل ممكن تسبب عنا سايد افكت. فوسفومايسين برضه هذا من الفيرست لاين ايجنتس اللي هم سنجل دوز ثيرابي. الحلو فيه انه بينعطى مره واحده ان كومبليكيتد يو تي اي. طبعا هو يعني بالcomplicated infections ما إله دور، والنيتروفرنتوين بالبيلينوفرايتس ما إله دور، فقط هدول two agents بقدر أستخدمهم بالuncomplicated cystitis. ما بتغلب فيهم كتير، ما بيسببوا لي resistance، يعني خلص ما زبط مثلا مش مضطرة أرجع إله. بس الفلوراكونيلون هم الدراغ of choice بالبيلينوفرايتس، فأنت إذا كنت معطيتها سيبرو for some reason هي صار عندها مشاكل أو رجعت بعد شهر أو بعد أسبوعين عندها مشكلة رجعت ليو تي آي، خلص أنت هيك الفلوراكونيلون كونيلون راحت منك، فبدك تروح على إشي تاني. فمشان هيك إحنا يعني منحاول إنه نحذر من هذا الموضوع. أوكي هلا بحكي لي كمان استل إنه الفوسفومايسين يعتبر إنه إله low resistance rate، تخيلوا لأنه جديد لسه مش كتير يعني مفعل، بلس إنه كمان oral agents وكمان بيغطي لي الإي إس بي ألز. اوكي هلا رح احكي عن الاي اس بي ال بتفصيل اكثر، خليكم معي. هلا خيارات الاي في، طبعا الاي في هدول ديفينتلي نستخدمهم بحالات البايلونفرايتس. هلا البايلونفرايتس ممكن نعالج المريضه از اوت بيشنت، ممكن نعالجها از ان بيشنت، وهذا بيعتمد على البرزنتيشن اللي رح تيجي فيه، رح نحكي عنه لقدام. فاذا قررت اعطي اي في، في عندي الخيارات اللي هم امين جلايكوسايدز، اميكيسين، جنتامايسين، توبرامايسين، هدول given as consolidated 24 hour dose as recommended as a one time dose for the treatment of pyelonephritis. نوعا ما بضلني ماشي فيهم طول الوقت، بعطيهم يعني خلينا نقول بالعادي بيكون combination مع الامبيسيلين، وممكن نعطيهم يعني ليومين ثلاث بس synergistic effect نستفيد منهم. طبعا ممكن كمان استفيد منهم في حالات سودوموناس. هلا احنا صرنا من النيومونيا صرنا فاهمين كيف نتعامل مع سودوموناس، قلنا في حالات ممكن نعطي فيها اللي هو الكومباينيشن ثيرابي، وحكينا كيف نعمل الكومباينيشن. هلا بنسلينز في عندنا امبيسيلين اللي هو الفرق بينه وبين الاموكسيسيلين. الامبيسيلين سولباكتام هو بينعطى از ان اي في، هذا بينعطى بالعاده كومباينيشن مع الامبيسيلين سولباكتام. خليكم معي، امبيسيلين سولباكتام اذا اعطيته في حاله البيلينفرايتس بينعطى ان كومباينيشن مع امانيجلايكوسايد، ما بينعطى لحاله لانه بدنا نضمن يعني كفرج احسن. يعني امبيسيلين سولباكتام لحاله في بايلونفرايتس نوعا ما هو ضعيف، ولكن بينعطى معه امينو جلايكوسايدز تو امبوز سينرجستيك افكت. بيبراسيلين تازوباكتام وضع مختلف، لان بيبراسيلين تازوباكتام تصنيفه في السبيكترم مين اقوى، هو ولا الامبيسيلين سولباكتام؟ مين اقوى؟ هو اقوى طبعا. بيبراسيلين التيزو هو يعتبر من الموست باورفول انتي مايكروبيال ايجنتس، على فكره فظيع هذا الانتيبيوتيك، كثير بحبه. ليش؟ لانه بيغطي لي بوزيتيفز، بيغطي لي نيجاتيفز، بيغطي لي ان ايروبس، بيغطي لي سودوموناس. اوكي هو ما بيغطي ميرسا بس انه بيغطي لي سودوموناس. يعني عملنا دراسه على مستشفى الملك عبد الله، كان هو اكثر انتيبيوتيك يستخدم لكل الاشياء لكل الاقسام. اوكي هذا بقدر اني استفيد منه لحاله، خلص
بس انه الامبيسيلين سولباكتام لا، السبكترم تبعهم اضعف، وبالتالي بينعطوا ان كومباينيشن مع الاموكسيس الامين غلايكوسايد، سبيشلي اذا انا كنت بدي كفرج لانتيروكوكس مثلا. اوكي، سيفالوسبورينز هلا هون عم نحكي عن الاي في، سيفتراكسون، سيفتازبيم، سيفيبيم. الفرق انه السيفتراكسون ما له سودومونال كفرج، فهون بيصفي عنا حسب ما احنا كنا بدنا نفكر. اوكي، كيف بدنا نفكر في الاشياء. هلا انتبهوا انه احنا كله هذا عم نحكي عنه للبايرونفرايتس. اوكي، هلا البايرونفرايتس حكينا انه 50% او اقل ايكولاي، والباقي ممكن يكون اشياء ثانيه انكلودينج سودوموناس انكلودينج انتيروكوكس. هلا الانتيروكوكس اللي هي بكتيريا اللي هي بيجي منها نوعين، انتيروكوكس فيشيم وفيكاليس. ايش تصنيفها، جرام بوزيتيف ولا نيجاتيف بالاول؟ الانتيروكوكس هي جرام بوزيتيف سبيشيز. انتبهوا انها بتختلف عن شيء اسمه انتيروباكترياسي او انتيروباكتر سبيشيز. الانتيروباكترياسي او الانتيروباكتر سبيشيز هذول جرام نيجاتيفز، هاي الانتيروكوكس جرام بوزيتيف. هلا الانتيروكوكس علاقتها مع السيفالوسبورين سيئه، هي عندها انترنسيك ريزيستنت للسيفالوسبورينز، فبشتغلوش عليها. اوكي، فكيب ان مايند انه انا لما بدي اعطي امبيريكال ثيرابي بحالة البايرونفرايتس ويكون فقط سيفالوسبورينز، اوكي، هاو كونفيدنت انا انها تكون هي ايكولاي، ما تطلعش انتيروكوكس. اوكي، فكيب ان مايند انه مرات زي هيك بتيجي المريضه تعبانه، اخذت السيفترياكسون اول يوم، ثاني يوم ازداد وضعها سوء، تطلع الكلتشر بيحكوا لهم اه لا هيها جرام ستين جرام بوزيتيف، انتبهوا. فدغري ننتبه انه احنا هاي انتيروكوكس احتمال تكون، وبالتالي السيفالوسبورينز ما بيشتغلوا على الانتيروكوكس، فبدنا سويتش ذا هول تريتمنت بلان. اوكي، فهاي من الاشياء المهمه. طبعا كاربابينمز يعني مناش نحكي عنهم، بس من كل الكاربابينمز اللي انتم شايفينهم، دوريبينم، ايرتابينم، اميبينم، وميروبينم، حكينا انه الايرتابينم ما بيشتغل على سودومونس. هلا موضوع الايرتابينم، موضوع اليو تي اي كثير مهم. هلا مش احنا حكينا انه طبعاً فلوروكوانيلونز حكينا عنهم بإسهاب، وضحنا عنهم كتير. هلأ بدي أرجع أحكي بس هون، خليني أحكي لا قبل ما نفوت على الكيس. هلأ بالنسبة للإيكولاي، الإيكولاي هلأ تقريباً في الأردن بحكي أنا 40% من الإيكولاي إيسوليتس اللي بتطلع معانا هم ESBL. اوكي، هاي معلومه كتير مهمه لازم تكونوا انتم aware of it. ESBL يعني قلنا extended spectrum beta lactamase inhibitors، يعني بيشتغلش عليها السيفالوسبورينز، بيشتغلش عليها اللي هو الاموكسيسيلين وهاي القصص والاموكسيكلاف، بس بزبط عليهم drug of choice لهم هو كاربابينمز. اوكي، فاذا 40% من هدول هم ESBL، وبالتالي الدراغ اوف تشويس لهم اللي هو الكاربابينمز. هلا الكاربابينمز كلهم بزبطوا عليهم، ولكن احنا عشان نحافظ على الكاربابينم صرنا نستخدم فقط الايرتابينم، فمنسميه احنا كاربابينم سبيرينج ايجنت. يعني انا اذا جبت لك كيس وبقول لك انه مريض عنده يو تي اي وشاكين التيم انه عنده ESBL، وحطيت لك بالخيارات ايرتابينم، ميروبينم، سيفتراكسون، وجنتامايسين فرضا، كويس، شو بتختار؟ ايرتابينم. ايرتابينم، يعني نقلتكم اياها وحكيتها زي ما هي، ايرتابينم، لانه انا ما بختار الميروبينم، لانه انا بهاي الحاله لا لازم اختار الايرتابينم، لانه احنا ما هو احنا مثلا اسال، ممكن تروح على دكتور يقول لك كل واحد انت شو بتحكي، قاعده مش فاهم عليك شو بتحكي. بس احنا لا، احنا بالستوردشيب اللي حكينا عنها زمان، قلنا احنا يعني كيف انه نعمل احنا كنترول على الانتيبيوتكس، هاي من التبس المهمه تو كنترول الاوفر يوز، هاي من التبس المهمه تو كنترول اللي هو التخبيص اللي عم بيصير. فانا لا، ما بعطي ميروبينم لمريضه هلا بالمرحله الحاليه هي ESBL، لانه هاي ممكن ترجع في انفكشن مره ثانيه ويكون سودومونس، وبالتالي انا هيك يعني سببت مشاكل لها في الريزيستنس. اوكي، هلا برضو كمان رح نرجع نعيد هذا الحكي اكثر لقدام. اوكي، طبعا ماشي. هلا بنحكي هون، هلا في كيس نفس الكيس تبعتنا، نفسها نفسها نفسها، ما غيرناش فيها ولا إشي. شو برايكم الموست تريتمنت اوبشن فور ذس بيشنت؟
ايه دكتورة؟ ثانك يو. تايم تبرم. مظبوط. ايه هلا السبرو احنا مش غلط، بس برضه برجع بقول لكم اذا بدنا نروح نسال حدا بصير يقول لنا شو بتحكوا سبرو شو كيف يعني، بس احنا اتفقنا انه السبرو بدنا نخليهم سكند لاين، اذا هي هاي الحاله بالطريقه هاي بالوصف هاد نعطيها. طبعا سيفالكسين فيرست جنريشن حكينا ضعيف، واموكسيسيلين لحاله حكينا ضعيف، وبالتالي ترايمسبرم سلفاميثكسازول اضبط اشي. طيب قديش لازم تاخذ التريتمنت هاي؟ دكتورة أسبوع. في خيار أسبوع، خيار تاني كان 10 أيام. أوكي 3 أيام الجواب الصح. هلا رح نحكي عنه لقدام. هلا الديوريشن برضو عندنا اعتقاد خاطئ فيها، يعني الجايد لاينز كلها حطت ديوريشن واضحه للتريتمنت، هاويفر البريسكربشن اللي بتيجي على الصيدليه اسبوع 5 ايام اسبوع، بس هذا الحكي مش موجود برا نهائي. اوكي هلا ليش؟ طيب يعني برايكم انه يعني طبعا اكيد هاي الديوريشن ما اجت من فراغ، يعني هي ما بتيجي بناء على اللي هو خلينا نقول يعني انه مثلا والله التايم سبريم لا خليه 5 لا خليه 7، هذا كله مدروس بناء على كلينيكال ترايلز، يعني بجيبوا المريض بيعطوا مثلا المريض عندها يو تي اي تايم سبريم بيقارنوها مع جولد ستاندرد، والديوريشن كمان من ضمن اللي هو الستادي ديزاين اللي طلع عندي. فاذا الليفلت دراج لما يعطيني ديوريشن او لما احنا نحط في الجايد لاينز الديوريشن بناء على الكلينيكال ستاديز اللي انعملت. اوكي فاحنا يعني انا في مره رحت لما كنت في امريكا كان اجانا واحد من عندهم اورجانيزيشنز خاصه من الاي دي اس اي، اوكي فاعطانا محاضره عن الانتي بايوتكس، وكان كل حكيه عن انه الديوريشن انه هلا الفوكس تبع الكلينيكال ستاديز كلها على تقليص الديوريشن اوف انتي مايكروبيالز، اذا ما فيش داعي ذا شورتر ذا بيتر. اوكي فعم بيشتغلوا على هالشيء لانه حاب يحكوا انه كل ما انت زدت مده العلاج اذا ما فيش داعي كل ما هذا سبب زياده في الريسك اوف انفكشن. اوكي فلاحظوا انه مثلا بسيستايتس ممكن نكتفي بترايمسبرم 3 ايام، بس مثلا لما حكينا في نيومونيا اذا بتتذكروا في شيء كان اسبوع في شيء 10 ايام في شيء، فاذا هو بيختلف من انفكشن لانفكشن، بس الدراسات والافورت هلا عم ينعمل على ايش الديوريشن الابسط الاقصر اللي بتوصلني لذا بيست ريزلتس. هلا كثير ستاديز بس الجول تبعها بقارنوا الديوريشن، يعني بيجي بقول لك مثلا مش ضروري يو تي اي اي مرض ثاني انفكشن ليفوفلوكسيسين 7 ايام فيرسس 10 دايز بقارنوا هل في اختلاف في الاوتكمز او لا، اف نوت معناته ريكومنديشن نختصر. فهذا ترند هلا جديده في الانفكشنز ستدي لانه بدهم فيش نيو ايجنتس بدنا نلاقي طرق انه نخفف من الريزيستنس بروفايل، واحده منها انه نقلل الاكسبوجر. اوكي فهلا رح نحكي عن كل وحده. هلا هون التلخيص لكل شيء حكيناه، التشويس اوف انتي مايكروبيال ايجنتس طبعا بدنا نطلع انه هذا الدرج يصير له اكسكريشن باليورين. اوكي بدنا نطلع انه يعطيني هاي كونسنتريشن باليورين، وبدنا نطلع انه يغطي لي الباثوجنز اللي هم اندر سسبشن. هلا 3 داي شورت كورس اوف ترايمسبرم سلفاميثكسازول هذا one of the يعني options اللي احنا نطلع عليها. نيتروفورنتوين اذا ما بزبط معي الباكتريم ممكن اعطي نيتروفورنتوين ل 5 days. هلا النيتروفورنتوين بينعطى 5 days. فلوروكوينيلونز من جنبهم، ولكن اذا اعطيناهم برضو السبروفلوكساسين 3 ايام، اذا السبرو 3 ايام والترايمسبرم 3 ايام، الفوسفومايسين 1 دوز، وال ايش كمان حكيت انا ايش يا ربي حكيت ترايمسبرم وسيبروفلوكسيسين 3 دايز، فوسفومايسين سنجل دوز، ونيتروفورنتوين 5 دايز. هدول لازم تكونوا حافظينهم، هدول لازم تكونوا يعني خلص انه فاهمين بالضبط ايش بدنا نعطي فيهم. اوكي وكيف ترتيبهم. طبعا الفلوروكوينون زيت احكي شغله مكتوبه كانت هي في التابل انه كلهم بزبطوا معي ما عدا الموكسيفلوكسيسين، لان الموكسيفلوكسيسين ما بيعطي كونسنتريشنز في اليورين النهائي، فبستفيد منه اكثر في اللي خلينا نقول يعني اللي هي بحاله النيومونيا مثلا ما كانش عندنا مشكله، بحالات اللي هو بلاد انفكشنز ما كانش عندنا مشكله. تمام فوسفومايسين حكينا عنها، في حد عنده سؤال؟
هلا اللي برضه كمان من الخيارات اللي هي البيتا لاكتام ايجنتس، يعني اموكسيسيلين كلافيرينات كويس مش سيء. مثلا الثيرد جنريشن سيفالوسبورين حكينا لا، الثيرد جنريشن سيفالوسبورين كويسين برضه كويسين اوكي، بس احنا ما بدناش نروح على هذا الليفل، بنضلنا على الاشياء الاقل اذا في كونترا انديكيشنز. يعني مثلا اجاني طفل، وطفل هلا نحكي عمره 3 سنين وعنده يو تي اي هلا، وفور سم ريزن بقدرش اعطيه باكتريم، فور سم ريزن هو كونترا انديكيتد للفلوروكونيلونز، بنعطي مثلا اموكسيكلاف، نعطي مثلا سيفالوسبورين السكند وثيرد جنريشن سيفالوسبورين. لاحظوا انه الفيرست انا ما عم بجيب سيرتهم لانه هم ويك جدا اجينست باثوجنز اوكي، فبعطي ممكن هاي الخيارات ممكن تكون تزبط معي. رح نشوف انه البيتا لاكتام ايجنتس لهم دور اكثر في البريجننت اوكي، رح نحكي عنهم بس نحكي عن البريجننت وومن اوكي. تفضلي. نعطي السيفكسيم، ممكن تعطي بس احنا ما بنعطي يعني بالعاده، يعني بالنسبه للانكومبليكيتد سيستايتس اذا ما فيش مانع بتعطي اللي هو باكتريم او نيتروفرنتوين اوكي بالمرحله الاولانيه هيك، هدول هم التوب ايجنتس اوكي. ممكن انه مثلا اذا ما فيش باكتريم ما فيش هذا ممكن تعطي فلوروكونيلون اوكي، تعطي سيبرو اذا مثلا بزبطش معاها باكتريم او بزبطش نيتروفرنتوين مش موجود مقطوع ما فيش مش تعطي سيبروفلوكسيسين. هلا الاموكسيكلاف او الاشياء الثانيه دول بنروح لهم بحالات اخرى اللي هو خلينا نقول كونترا انديكيشنز لهاي الايجنتس مش ظابطه، بريجننت وومن رح نحكي عنهم في البريجننت وومن، بس يعني ما بنفضل نعطي عرفتي، لانه السيفكسيم ممكن تستفيدي منه في شيء ثاني عرفتي كيف، هاي الفكره. طبعا هون حاكي عن اللي هو الدوزز، انا قلت لكم مش مطلوب منكم الدوزز، فوسفامايسين سينجل اوكي، هاي هون مركزين شايفين على النيتروفورنتون والباكتريم مركزين عليهم كتير، مش حاكين حتى عن الفوركونيلونز الا بعدين اوكي، فهذا التابل خلينا نقول بس للدوزز اوكي. هون كمان نفس الشيء عن الدوزز مع الديوريشن. طيب أشوف شو ضل هوني بخلصهم هدول ألحق أوكي. رح أشرح الأسيمتوماتيك وأوقف ومنكمل المرة الجاي. هلأ في عندي شغلتين بالنسبة للي هو الـ UTI، ضلوا عندي ضل عندي إشي اسمه أسيمتوماتيك بكتيريوريا، يعني فحصت الورم لقيت في عندي 10,000 أو 10,000 لا 100,000 أورجانيزم per ml of urine بس ما في أعراض، يعني صدفة وإحنا هيك صدفة عملنا يورين أناليسيس طلع معانا في بكتيريا وسفشنت، يعني بكتيريا حسب اللي إحنا حكينا عنه اللي هو 100,000 بس المريضة ما عندها أعراض ولا أي إشي. هذا ممكن يصير في young sexually active women، ممكن يصير في diabetic women، ممكن يصير في patients اللي مركبين catheters indwelling catheters والelderly patients أوكي. لا اخر ابديت بالنسبه للجايد لاينز في هذا الموضوع كان بال 2005 حطوا الجايد لاينز ما رجعوا غيروها، بحكي لي انه الاشخاص اللي لازم اعمل لهم سكرينينج واعالجهم فقط هم النساء الحوامل قبل ما نعمل لهم اي يورولوجيكال بروسيجر، يعني مريض يعمل تنظير للمثانه هذا يورولوجيكال بروسيجر، نعمل سكرينينج طلع عندنا يورين هو مريض ما عنده اعراض طلع فيه بكتيريا في اليورين سافيشنت منعالج، واليونج تشيلدرن وذ اناتوميكال ديفورميتي زي الفيزيكوريترال ريفلكس. هلا هاي حابه احكي عنها إشي بسيط، هاي ظاهره بالاطفال بتصير تتشخص يعني بعد الولاده في اشهر بيكون في مشكله بالسفنكتر اللي بين اليوريتر والكدني انه السفنكتر ما بيسكر تماما بضل في شويه يورين ريزيدوال يورين يرجع على الكدنيز بسبب عندهم انفكشنز بايرونفرايتس، دول الاطفال بيجوا ببايرونفرايتس يعني مش سيستايتس لان المشكله فوق اوكي. هلا هذا اناتوميكال بروبلم ممكن 50% سبونتينيوس ريزوليوشن وال 50% الثانيين بصير لهم يعني سيرجيكال مانيبيوليشن بيصلحوا لهم هذا السفنكتر. هلا مين وايل من هون ليتصلح السفنكتر او الطفل يكبر وتنحل هاي المشكله بضلوا يفوتوا في التهابات متكرره اوكي، فهدول الاطفال لازم ينعمل لهم سكرينينج، يعني مش ضروري يظهر عنده اعراض ما بنستنى ليظهر عنده اعراض، نعمل له سكرينينج نفحص. تعرفوا شو معنى سكرينينج؟ يعني تفحص انت فور ذا سيك انك تو
identify إذا في problem or no. بعدين منعالجهم. فإذا الأسيمبتوماتيك بكتيريوريا ما منبلش فيهم عادي إلا في الحالات التالية: pregnant women, prior urological procedures, و young children with anatomical deformity زي VCR. هدول منعمل لهم screening ومنعالجهم. أوكي. هلأ ممكن يجي عندي العكس، وهاي كمان كومون، حرقة بس ما فيش أي مشكلة في اليورين. سيمتوماتيك أي بكتيريوريا، ما في بكتيريا في اليورين، ولكن المريضة بتعاني من سيمتومز، هاي هي نفسها اليوريثرال سيندروم، نسميها أكيوت يوريثرال سيندروم. أوكي، نفس الأعراض، ديسيوريا وفريكوانسي، بس ما فيش عندي يعني it's not a, a, a